C'est bon. نستمع مباشرة واللحظة للكلمة الترحيبية لسيد مدير فندق تويت. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوالي الأضرار المحترم، السيد الرئيس المجلس الشعبي الولائي المحترم، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة المدراء التنفيذيون المحترمين، الطاقمين الطبي والشبه الطبي، تتشرف مؤسساتنا الفندقية باستضافتكم بمناسبة هذا اليوم التحسيسي الذي يدخل في إطار الشهر الوردي وتحت شعار الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كونه الحل الهادف لرفع درجة الوعي والتكفل الإحسان بهذا الأخير الذي يحصد أرواح كثيرة باعتباره مرض خبيث وصامت. إن هذه المبادرة تدخل في سياسة مؤسستنا الرمية لدعم مجتمعنا. وفي الأخير أجدد مرة أخرى شكري لكل متدخلين.